والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. أنا كل يوم واليوم إن شاء الله ودعونا راح أرخ الكتب المهداة للوالد سيد وسام هاشم سيد أحمد رفاعي وزير الدولة شؤون مجلس وزراء ووزير بلدية برق والهاتف عضو مجلس السمة الكويتية وشيخ الطريقة الرفاعي الصوفية بدولة الكويت. وراح نبتدي كلها من اللي هي الهداءات. أول كانت الهداءات بسيطة، ما كانت مثل الحين علب ومذهبات وهدايا. شوفوا أول كان يهدون ناس يعني بسيطين. أتقدم بهذه الهدية لسعادة وزير دولة الكويت سيد يوسف هاشم الرفاعي مع تحياتي المؤلف، وهذا هو المؤلف. العقد الثمين في فضاء البدل الأمين، جمع العلامة فريد عصره أحمد بن محمد الخضراوي أو خضراوي كان يقول عنه سيد يسري جبر مصري، قال الفاضل الشيخ محمد السملوطي المصري فيه. نظم الفضائل في العقد، نظم الفضائل في العقد الثمين أتاك النظم في العقد يزهو في جواهره. فعم به فرحا يا من يسامره، يعني استانس فيه الكتاب، ونعم الروح في غناء أسر أزهاره. كلام فصيح. فأحمد الناس قد وافى، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد وافى بوافره وعطر الدين والدنيا بعاطره. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وذاته وصفاته جميع أنبياء كما صلت عليه الملائكة. حققه وعلق عليه الأستاذ كاظم الشيخ جواد الساعدي، هذا من العراق. يعني هو كتاب قيم، وأنا خايف أن يتشقق لأن كتب أول كانت يعني شوفوا 1377 هجرية 1958 ميلادية، مطبعة القضاء النجف 65. أنا كان عمري سنة، أنا مواليد 64، وهم شوفوا دائما يكتبون حقوق الطابع وبسم الله البسملة. وهني كل واحد يهدي، فيهم يهدي لأمه، فيهم يهدي حق طبعا سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم الصحابة الأولياء الصوفية وغيرهم. هني هو بعد مستانس وإلى عميد ال إيه، هو هني مهدي شوفوا إلى عميد هذه الأسرة العربية صاحب الصدارة في المقامات الأدبية والمجالس العلية، إلى من أوقف نفسه لأداء الرسالة الإسلامية للمسلمين، جمع كلمتي مقدم هذا المجهود من التحقيق والتعليق، إلى العقد الثمين في البيت معظم البلاد الأمين يعني مكة المكرمة والمدينة المنورة مستر محمد صلى الله عليه وسلم. يا فضيلة الأستاذ الوجيه الزعيم نجم، يعني نجم بيك بيك، يعني هو مثل شلبي، مثل بيت عبد الواحد، مثل سيد طالب النقيب بالبيجات، بيك السعدون تقدير لإنسانة الفذة وأخلاقه العظيمة وأدبه الرفيع. وهذا هو شوفه مصور وراء الأسد، سبحان الله، يمكن حديقة حيوان البصرة، هو مثل الأسد كان هو أدباء. وما السعدون يسرون لنا عيال خالتنا حمود ولافي وفاروق سعدون، السعدون حسنيين هم منسوبين. وهذا كل واحد يعني ألف كتاب يسوي كلمة، والله هاي طبعاته. وهذا هني لما سمحوا فيه التوقيع رئيسة مكتب الشؤون العامة زينب ياسين الله يرحمهم، إذا ماتوا الوالد وفقهم. وهذا هو مؤلفاته، وهني كلمته. ورق أصفر هذا اللي ذكروني لما عمي بدر يقول عن، وحجاد عمي بدر سياج محمد رفاعي يقول عن مؤلفات اللي كانت تعبات الصوفية عند يدتنا رقية أحمد سيد الفضالة وموضي المساعد وفضل دبوس، يقول كلهم يقول كتب صفر، كان أول يبونها من بغداد ومن مصر. وهاي فصولة بفضل مؤلف فضالة، ليش إنها يعني مفضلة ولها يعني هي ما شاء الله مكة المكرمة والمدينة المنورة لها فضائل عديدة. هذا في أسمائها سبحان الله صلى الله عليه وسلم، وهو عموما يعني في ألقابها وحدودها فعلا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، في جبالها بعد هني المطر قاعد ينزل ما شاء الله بركة فضلنا، ماء زمزمها بعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، في فضل المجاورة بها البقيع أهل البقيع أهل المقام الرفيع، كان والد سيد المدينة المنورة في معاثرها. الوالد آثارها دافع عنها في كتابة نصيحة لأخوان علماء نجد، قال لهم خلوا الآثار بيت سيدتنا خديجة سيدنا عائشة في سلمان الفارسي، كل أهل البيت والصحابة آثارهم البقيع، رجعوا القباب طابها والمشي فيها ركنين المشي بين الصفا والمروة. سيد يعني
فضل الحجاج معتمر، فضل العمره في رمضان، جاء في فضل العمره، في فضل شرب ماء زمزم. المهم انه يعني وايد. انا الحين هذا هني بعد من ضمن ناشر على تاريخ البصره 6 مجلدات، لان كانوا يسوون مثل انا خريج تسويق، مثل يسوقون حق كتب اخرى بالظهر، هذا دواره في يوم تحت تمصيري سنة 14 هجرية إلى عصر الحاضر اللي كان وقتها 1377. على فكرة الواسي ساش من سعمد الرفاعي يقول شفت ما، ويقول من زمان يقول مكتبة البصرة، يقول كان مع السيد ممكن السيد جاسم الرفاعي والسيد سلمان الرفاعي وخال السيد حمد الرفاعي أو أبو السيد يعني الرفاعي محي الدين يمكن قال لي، أو السيد سلمان الرفاعي يقول إن أو يدنا السيد إبراهيم الرفاعي يقول هناك مسجل إن السادة الرفاعية هم المؤسسين مدينة البصرة العتيدة في العراق. وهو الوالد كان بيعقوب يقول لي يا ابني اي كتاب اول شيء افتح على الفهرس، فهرس يقول لي هو الفهرس فهرس اني اروح وقت وادي بحبك اني احل بها سواك. شعر حلو ما. قال الفضيل موقوفا بعرفات ما يقولون لو قصد هؤلاء فذلك منهم دائما اكان ابنهم، قالوا لا والله الا مغفره من يمين أهون على الله من الدانق، يعني يقول لا تطلبون في جيم كرب ذلك الرجل. يقول يعني قطب الشعراني في الإيو سيدي الشعر قال شيء تعرف يبقى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إلا غفر الله له. فإذا قال الفقيه إسماعيل خضر لما سمع حج إلى مكة سأل الشيخ محبة الطبري في الحفيرة الواسقة للكعبة عن طاف، فجاب الشيخ كما الحفرة المناسبة مصلى جبريل الله على شهر الحفرة المناسبة كم باب الحجم صلى في جبريل الصلوات الخمس. وعموما انهما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا هني كرام عن سيدنا ميكائيل وسرافيل جميكائيل الله كتب يعني. وهني خاتمها المسؤول مطلع العلماء ما شاء الله. أخ العلم لا تعجل بعيب مصنف ولا ولم تتحقق زلة منه تعرف، فكم أفسد الراوي كلاما بعقله وكم حرف المنقول قوم وصحفوا، كم ناسخ أضحى لمعنى مغيرا وجاء بشيء لم يرده المصنف، يعني بيتي غيره سبحان ربك رب سامع عن سيدنا احمد بامين. هذا الفهرس ان شاء الله احنا نطبعه باسم الوالد بعد على روحه وعلى روح خال والجميع. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. وهذه الكتب انا ان شاء الله افخره لنا في الدنيا والاخره، واللي هي انتم شوفوا التهادي اول، بس اهم شيء هاي النقطه انهم كانوا متهادين. وهذا هو آثارك أبو يعقوب 16/1/1965 موقع المؤلف ما شاء الله عليه، وشكرا ودعونا فاتحة.